أنقذناك يا أبو حفيظ في الوقت المناسب. يا دكتور أقول لك إيه بس، ده أنا دم نشف وقلت في عقلي بالي معقولة معقولة سيبوك يا أبو حفيظ للمجنون ده يخلص عليك؟ تخافش، ما كانش يقدر يعملها ويقتلك لأنه محتاج للفلوس اللي معاك، فهمت؟ ما أنا فاهم. ما هو ده اللي كان مطمني شوية، وعشان كده قعدت أمطله واخده يمين وشمال وين بتوين، أمطله يعني وأتوهه في الكلام كده. ما أنا قلت برضه معقولة هتسيبوني يعني. بس اللي عايز أعرفه، أنتوا إزاي عرفتوا إن هو جالي؟ أبو حفيظ أنا سبق وقلت لك إحنا عاملين حساب لكل حاجة. الله، هو أنا متراقب بقى ولا إيه؟ لا مش متراقب، إنما أنت تحت عينينا على طول، وأول ما حسينا إنك في خطر بلغنا البوليس، قلنا نخلص منه شوية وبالمرة نعمل له فضيحة. يا ريت يا باشا نخلص منه بقى على طول ونفضها سيرة. ما تستعجلش، كله بأوان. أصل أنا بيني وبينك يا باشا يعني عدم المؤاخذة، خايف للجدع المجنون ده يفاجئنا بحاجة كده ولا كده وما نكونوش عاملين حسابنا عليها. ما تخافش، أنا وعدتك إن الفلوس هتبقى ليك، يعني هتبقى ليك، وعدتك كمان ان بنتك هترجع لك من غير ما يمس منها شعرايا، وانا لما بوعد بنفس. انت متهم بتحرير شيك مزور باسم السيد عبد الحفيظ كريم، وكمان متهم بالتهجم عليه وتهديده بالقتل هو وزوجته. شيء عجيب، الشيك اللي عم تحكي عنه حضرتك وقعه السيد عبد الحفيظ قدامي بخط ايده بمكتبي ببيروت، كيف اتاخد الاصلي واندس الشيك المزور انا ما بعرف. يعني بتعترف ان هذا شيك مزور؟ قبل ما انطق بأي كلمة بدي السفير الفرنسي يجي لهون يحضر التحقيق معي، وبدي المحامي الخاص تبعي المستشار مصطفى مندور، وبدي بعد إذنك أحكي بالتليفون. تفضل، التليفون قدامك. لا، بدي أحكي انترناشنال. تفضل، التليفون قدامك. شكرا. ألو سيد كميل، أنا واقع بمشكلة كتير كبيرة بالقاهرة وبدي إياك تخلصني منها بأسرع وقت ممكن. لسه هنا يا مسعد؟ مستني سعادتك يا فندم. معلش كان عندي اجتماعات كتير بره النهارده. لا سيادتك بقى بتقفل باب ومفتاح. الكلام ده كان لازم يحصل من زمان. الشنطة عبد الله. اتفضل يا فندم. تعالى يا مسعد. وانا كان لازم اقولها. ليه؟ عشان ما ينفعش انك تتجوزها. على فكره انا ما عنديش اي مانع على ذاتك انت شخصيا، بالعكس انا الموانع عندي حاجه تانية خالص. ممكن تقولي هتصرف ازاي مع بسنت؟ ازاي هتقدر تحط عينك في عينها؟ بلاش، افرض ان الحقيقه انكشفت، ممكن تقولي موقفك هيبقى عامل ازاي؟ مسعد أنا بحاول إن أنا أعفيك من عذاب الضمير اللي ممكن يفضل ملازمك طول ما أنت شايف بس أنت قدامك. طب وقرار النقل؟ للأسف أنا اضطريت أعمل كده علشان خاطر سمر، هي مش عايزة تشوفك هنا، وإدارة الحملة في مدينة نصر يعني بعيد عن هنا. بعد خلي بالك إن مدير إدارة الحملة دي مش منصب قليل أبدا في المجموعة، لكن أنا أوعدك إن هرجعك تاني هنا وهعينك في منصب أعلى، بس الحكاية تهدى شوية وسمر تنسى. وأنا مش عايز أكتر من رضا سعادتك عنه. وحشتيني قوي قوي. كمان الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، وحشتني جدا. وانت كمان ازيك يا عم؟ الحمد لله على السلامه. لولتي بنت حبيبتي، وحشتيني وحشتيني قوي يا ليالي. ازيك؟ انا الحمد لله كويس، بركه ان انت بخير يا حبيبتي. شفت جوزك عمل فينا ايه؟ ده كان هيقتلني انا وامك. اه والله. هو هنا في مصر؟ لا هو في الحجز بيتربى هناك. عدم المؤاخذة الدكتور شكر عبد العزيز، عارفاه ليالي؟ اهلا وسهلا، اتقابلنا قبل كده. طبعا قلت لك هتحكي. طب مش يلا بينا بقى ولا ايه؟ لا انت هتعملي ايه؟ وكتاب الله انا اللي هاخد شنطك بنفسي واحطها في عربيتي الجديده. لولا مدام ليالي في عربيه في انتظارها بره وهتركب معانا. لا عدم المؤاخذة يا استاذ الدكتور، ليالي هتركب معانا، حاكم الست والدتها مستنياها في البيت على احر من القمر. مدام ليالي هتروح على الاوتيل اللي محجوز لها فيه. وايه لزوم الاوتيلات وبيت ابوها موجود عدم المؤاخذه يعني؟ عبد الحفيظ تعليمات.
يا باشا التعليمات على عيني وراسي، بس بقول لحضرتك امها مستنياها على احر من الجمر. ما تقول حاجه يا استاذ عمرو. والله الموضوع ده يرجع لها هي اللي تقرر. بقول لك ايه، ما تيجي معايا على البيت، البنات هتموت بجد وتشوفي. معلش افضل اروح الاوتيل احسن. سبتها؟ ما كانش ينفع اقول لا. ليه؟ لسانك راح فين؟ بنتك اتغيرت قوي يا نجمه، بقت واحده تانيه خالص غير ليالي بتاعت زمان. اه بقت احلى واشيك واغنى. المساله مش مساله شكل ولبس ولا حتى فلوس، لا يا نجمه، انا وقفت معاها في المطار دقيقتين، دقيقتين مفيش اكتر من كده، حسيت ان انا واقف مع واحده تانيه خالص مش لولتي، واحده ما اعرفهاش. حتى لما سلمت عليا ما حسيتش ان دول ايدين لولا. انا عايز اروح لها يا ابو حفيظ. تروحي لها فين انت الاخرى؟ انت اصلك مش فاهمه حاجه ولا دريانه بحاجه، ما ينفعش تروحي لها الفندق من غير ما تاخدي ميعاد. ايه؟ انا هشوف بنتي بميعاد؟ ايوه دي تعليمات الدكتور شاكر. يتحرق الدكتور شاكر بتاعك يا وليه. همادي بلاش هبل، اصلهم خايفين عليها من وليد. وليد ايه؟ هو مش خلاص مرمي في السجن؟ ايوه هو صحيح مرمي في السجن، لكن ايديه بره وايديه طايله، ممكن يوصلها في اي حته ويقدر يعمل معاها اي حاجه. الو. ايوه انا عبد الحفيظ. مين؟ مصطفى منظور. مصطفى منظور مين؟ ده محامي وليد الزهار، اكيد طبعا جاي لك عشان تتنازل عن البلاغ اللي انت مقدمه ضد وليد. وماله؟ يا ريت، واحنا بديك الساعة والمثل بيقول شيل ده من ده يرتاح ده عنده، أنا أتنازل وهو يتنازل ويطلع ليش؟ اسمع يا حفيظ، أنت لا هتروح ولا هتتنازل ولا ليك علاقة بموضوع ليالي. الله الله الله، إيه اللي أنت بتقوله ده يا سيدنا؟ ماليش علاقة بموضوعها إزاي يعني؟ دي بنتي يا عم الدكتور، بنتي. اسمع يا حفيظ، أنا ما أحبش أعيد الكلام مرتين، أنت مش هتقابل مصطفى منظور، ولو ليالي ضغطت عليك عشان ترجع الفلوس لوليد لازم ترفض. يا باشا فلوس ايه دي اللي هترجع له؟ ده انا صرفت مبلغ وقدره. حتى لو ما صرفتش ولا مليم، الفلوس دي مش هترجع. ولو عقلك وزك وقال لك رجع الفلوس هيبقى اخر يوم في عمرك. برافو عليك يا شاكر. كده كل الابواب اللي قدامها مقفوله بالضبه والمفتاح. ومفيش غير بابنا وبس. عايزك بقى تفتح لي ودانك كده وتسمع اللي هقول لك عليه وتنفذه بالحرف. مش عايز اسمع حاجه تاني. لا يا عمرو، انت الوحيد اللي ما ينفعش تقول لي كده. لو الناس كلها رفضت تسمعني انت الوحيد اللي لازم تسمعني. هتقولي ايه تاني بعد اللي انت قلتيه؟ خساره خساره يا ليالي. ما تخلينيش اندم اني حكيت لك يا عمرو، انا حاسه اني بغرق وانت الاشياء الوحيده اللي هتعلق فيها. وانت ليه تسيبي نفسك لحد ما تغرقي؟ عشان خاطري يا عمرو، ما تبيعنيش دلوقتي، انا محتاجه لك. انا حاسه ان انا وقعت في دوامه وعماله تاخدني لتحت. كان لازم تبقي اقوى من كده. ازاي؟ انا متاكده ان لو اي انسان اتحط مكاني كان هيعمل زي بالظبط واكتر. لا طبعا، في ناس بتموت عشان مبادئها، بيخشوا السجن والمعتقلات 10 و20 سنه عشان مصرين على مواقفهم، مع انهم كان ممكن يتنازلوا زي ما انت عملتي بالظبط. قولوا غصب عننا اللي حصل، مفيش حاجه قدامنا غير كده. في ناس بتموت من الجوع عشان ما تمدش ايديها لحد، في شرفه كتير قوي. كفايه يا عمرو، ما تموتنيش بكلامك ده، انا مش ناقصه، حرام عليك. انت رايح فين؟ اتخنقت. عشان خاطري يا عمرو اوعى تمشي وتسيبني، لازم تحل لي المشكله اللي انا فيها دي. ابوك يرجع الفلوس، وعدنان يضغط على منذر عشان يسيبك في حالك، شوف لك مخرج تاني يخرج لك الفيلم. يعني هتتخلى عني؟ ما تسيبنيش يا عمرو. يا ريت انت اللي تسيبيني لحد ما افهم اللي انت قلته لي دلوقتي. بس انا معلوماتي ان صاحبنا ملوش في النسوان، ومش دي برضه اللي هتوقعه؟ لا دي توقع الجن، ده طلعت اشطر مما تتخيل، وخصوصا لما تذكر. اعمل بس اللي انا قلت لك عليه وسيب الباقي عليا، يعني قريب قوي هكون في مصر. لا لولا الحكايه دي تشيلها من دماغك خالص، انا الجدع ده بيني وبينه حساب ولازم اصفيه بمعرفتي. اه
وهو يعني انت متاكده بقى ان لو ابوك اداله الفلوس دي هيطلقك؟ ايوه طبعا. جرايه يا وليه قاعده بتزنزن انت؟ فلوس ايه اللي اداها له؟ ها فلوس ايه؟ دي ناسيه الشقه والعربيه والمبالغ اللي عماله تصرفيها، عمال على بطال شمال ويمين وان بتوين. اكمل له فلوسه منين انا بقى؟ ولا يهمك يا سيدي، ان كان على الفلوس اللي صرفتها انا معايا اللي يغطيها. هات بقى الفلوس اللي معاك واكمل عليها ونخلص من القصه دي خالص. وحق يضيع؟ حق ابوك يا لولا. حقك في ايه؟ ده كان عاوز يقتلني. ما تقولي لها يا ست نجمة، ولا انت قاعدة كده وخلاص؟ قولي لها ان هو تهجم علينا وكتفني وضربني وكان عايز يموتنا احنا الجوز. وبعدين يا لولا انا لسه ما خدتش حقك منه، وكلكم وحقك انت كوم تاني. انا لا عايزة حقوق ولا عايزة نيلة، انا عايزة يطلقني واخلص. سيبيلي انا الموضوع ده وانا هخليه يقول حق برقبتي، انا هخليه يطلقك بمعرفتي. والله العظيم ما هيطلقني غير لما ياخد الفلوس اللي عندك، فهمت؟ وانا مش هديله مليم، قرش واحد مش هيشوفه مني ويبقى يجي قابلني. ده اذا طلع من السجن اللي هو متلقح فيه. صدقني هيطلع، وليد مش هيغلب، ده عنده بدل المحامي 10. هو اصلا المحامي بتاعه اتصل بابوكي. حصل، اتصل بي عشان اتنازل، وانا قلت له لا مش هيحصل، فورجيت ات، يعني انسى التنازل. هيقتلك ويقتلني. الأعمار بيد الله يا أمه. وبعدين يا بنت ما تخافيش، أبوكي مسنود جامد ومعاه ناس كبار قوي. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ولا كبار ولا صغيرين. إديني الفلوس وأروح أقابله ونخلص من الموضوع ده خالص عشان خاطري والنبي. وإذا قلتلك مش هينفع هقولك يبقى أنت كده ناوي تدمرني. أدمرك؟ هو في حد في الدنيا دي كلها عايز مصلحتك قد دي؟ لو عايز مصلحتي بجد رجع له الفلوس أبوس إيدك. ما تتكلمي يا ست، انت ساكته ليه؟ هنقوله ايه بس؟ قولي له رجع الفلوس اللي خدها. هو يعني لو رجع الفلوس وانت كملتي عليها واديتيها له احنا هنعيشه ازاي؟ ولا تكونيش ناويه ترجعينا اسكندريه للهم والغم اللي كنا عايشين فيه؟ هو ده رايك؟ بص يا لولا، انا رايي انك تسيبي الموضوع ده لابوكي وهو هيعرف يتصرف. انا مش عارفه اقول ايه، انا مش لاقيه كلام يتقال لكم انتوا الاثنين. قوموا اطلعوا بره يلا. ايه بتقول ايه؟ هيبقى لوليتي كده؟ اهدي يا بنت اهدي. انت بالذات تطلع بره ومش عايزه اشوف وشك هنا تاني. يلا بره. اتلم يا بنت لابوكي. انا ماليش ام. ايه بتزعق لامك يا حصانه؟ وماليش ام كمان. يلا اطلعوا بره بدل ما ندى لكم الامن وطردكم بره. ام يا حصانه ام. لا خلاص يا اخي، يلا يلا نجمه. لا يا عبد الحفيظ استنى. جرايبت انت محدش هيعرف يلمك ولا ايه؟ من فضلك ما تتكلميش معايا وسيبيني في حالي. اطلعوا بره، مش عايز اشوف وشكوا تاني. اعتبروني مت. ولا تعتبروني ليه؟ ما انا مت خلاص. يلا نجم يلا سيبيها تهدى شويه، يمكن لما تهدى تفوق وتعرف غلطها وهتعتذر ان شاء الله. بس احنا هنرفض الاعتذار. قلبي مش مطوعني يسيبوها كده. ما تمديش ايدك عليا يا بنتي. ما تقوليش يا بنتي، انت هتطلعوا بره ولا اعمل لكم مصيبه؟ اما وانت بس عشان ترتاحوا. ليالي ليالي تجننت يا بنت؟ اللي انت بتفكري فيه ده حرام. استغفر ربك استغفري. احنا ماشيين ومش هتشوفوا وشنا تاني الا لو عوزت مننا حاجه. يلا نجمه يلا. دكتور شاكر كويس انك جيت. في حاجه ولا ايه؟ عصبيه قوي ومش طايقه نفسها. بقول لك يا نجمه اسبقيني انت على الاسانسير وانا جاي وراك على طول. يلا. الله يستر اصلك يا دكتور، شوف لنا حل. انا عملت كل اللي اتفقنا عليه بس قلبي واكني عليها. هي طلبت منك ترد الفلوس؟ بس انا قلت لها لا، وهي كانت هتموت نفسها. وحياة ولادك يا شيخ تشوف لنا حل للمشكل ده وبسرعه. خليه يطلقها ونخلص ونرتاح بقى. ما تقلقش يا عبد الحفيظ، كل اللي قلت لك عليه هيحصل. ماشي، بس لو اعرف اللي في دماغ حضرتك بالظبط كنت ارتحت. انت مالكش دعوه باللي في دماغي، نفذ اللي طلب منك وفي الاخر انت الكسبان. طيب هننفذه كل اللي انت تقول عليه، بس انا خايف على البت قوي. يا عم اطمن، احنا هناخدها نلمعها ونخليها نجمه كبيره ونحقق كل احلامها. وروح انت تهنى بالقرشين اللي معاك ومالكش دعوه باي حاجه.
يعني اطمن بجد؟ قلت لك اطمن وحط ببطنك بطيخه صيفي. هنحط يا دكتور هنحط، ربنا يستر. ها ازيك يا ليالي، يا رب تكوني مرتاحه في الاوتيل. اوه شايفه المنظر من فوق عامل ازاي؟ تعالي تعالي. يا سلام، فرق كبير قوي انك تشوفي القاهره من فوق. من فوق كل حاجه جميله نقيه، عكس تحت زباله ومطبات ومشاكل. تعرفي انا بحلم اعيش كل عمري في اوتيل زي ده. هو انا هفضل قاعده هنا كتير؟ 3 أو 4 شهور على ما الفيلا اللي مستر عدنان امر انها تخصص لك تتشطب. وانت بتعرف توصل لعدنان كده على طول وعلى اتصال دايم بيه يعني؟ في حاجه؟ ايوه لو سمحت عايزه اكلمه. خير؟ لا انا عايزه اكلمه بنفسي، حاجه شخصيه بيني وبينه. يبقى نتصل بمستر منذر، ومستر منذر هو اللي يوصلنا بمستر عدنان. لا منذر ده بالذات لا، مفيش غير مستر منذر هو اللي يقدر يوصلنا بيه دايركت. وانت مش مدير اعماله؟ ايوه بس هو لما بيعوزني هو اللي بيكلمني، وبعدين الراجل موسع عليك قال كل طلباتك تتنفس. طب وانا بقى طلبي ان انا اكلم عدنان بنفسه؟ دلوقتي تلاقيه في سويسرا او في هونج كونج، وزي ما قلتلك لازم مستر منذر الاول. اوكي متشكره قوي، انا هعرف اوصل له بطريقتي. ازيك يا جهاد؟ شوف وحشتني قوي، عامل ايه؟ ركز معايا وانا هجيب لك خريطه الارض دي. انا عايز اوصل لعدنان باي شكل. لازم مستر منذر الاول. هو انا كل ما اقول لحد كده يقول لي منذر منذر؟ هي ايه حكايتكم بالظبط؟ واخد بالك؟ الارض دي على حدود مدينه الرضا بتاعت حسام. عظيم جدا. اتقسمت وهيتبني عليها مصنعين، واحد اسمنت والتاني كيماويات. مين بعد كده هيرضى يسكن في مدينه الرضا؟ تبقى اتضربت والملايين اللي اتحطت فيها هتترمي على الارض، يعني بالعربي الفصيح كده تبقى تحولت لمقلب زباله. الكلام اللي تقوله هذا صحيح؟ بالمنطق كده طبعا، ما هو قدامك. لحظه من فضلك. الو دكتور، بلغ حسام ان انسحبت من شراكته في مدينه الرضا. اي نعم، مع السلامه. نفسي افهم مين بس اللي عايز يدمرني، مين اللي بيسعى ورايا وعايز يهد كل اللي بنيته؟ دي أول مرة تحصل لنا حاجة زي كده. عقود الأرض والرقم اللي تفاوضنا فيه مع الملك كانوا موجودين في الملف هنا، وكنا خلاص اتفقنا على كل حاجة تقريباً. مين بقى اللي عرف الموضوع وراح خلص معاه برقم أعلى مننا؟ المصيبة إن الملك ده باع لحد، والحد ده باع لحد تاني في أقل من 24 ساعة. دي مؤامرة واضحة. مش بقول لك؟ الملك الجديد بقى مقدم طلب تقسيم. وعرفت النهارده في المجلس انه عارض الارض دي للبيع على واحد صاحب مصنع كيماويات بتمن اقل بكتير جدا من تمن اللي هو اشتراها بيه، يعني عايز يخرب عليا وبس. معرفتش مين الملك الجديد؟ هعرفه. انا اتصلت بصاحب الارض الاصلي النهارده، وهو هيتصل باللي اشترى منه الارض دي وهيعرف باعها لمين، وبعد كده يقول لي. ما قدامناش غير حل واحد، اننا نشتري باي رقم. لو اعرف بس مين ورا كل اللي بيحصل لي ده. شاكر؟ ايه ده؟ غريبة. الو؟ ايه يا شاكر؟ ايه؟ ما قالكش ليه؟ طيب سلام. ايه المكالمة السريعة دي؟ هلاقيها منين ولا منين بس يا رب؟ في ايه؟ في ايه يا حسام؟ عدنان انسحب من مدينة الرضا. قلتلك مش هتعرفي توصلي لعدنان، ومفيش قدامك غير طريق واحد بس، انك تنفذي اللي بقولك عليه. اوكي. سبق وقلتلك انك الوحيدة اللي هتخرجي نفسك من الورطة اللي انت فيها دي، وياريت تصدقيني. خلاص والله صدقتك. دي أهم ورقة، دي الورقة اللي هنعرف نجيب بيها فلوسك من بيروت. أنا نفسي أعرف أنت بتشتغل مع مين بالظبط؟ عدنان ولا منذر؟ أنا بشتغل مع نفسي، وأنت لازم تشتغلي مع نفسك. كل واحد يعمل اللي في مصلحته بس. ألو؟ أيوه؟
الحاج عبد الوهاب نحاس. مساء الخير يا حاج، انا حسام مرتضى. ايوه حسام مرتضى بتاع شركه الاستثمارات العقاريه. الاول يا حاج، انت اشتريت الارض اللي موجوده حوالين مدينه الرضا؟ حاج درويش هو اللي قال لي واداني تليفونك. ايه بعتها بالسرعه دي يا حاج؟ طب بعتها لمين؟ طب ممكن تديني نمره تليفونه لو سمحت؟ لا انا هفضل سهران، كلمني ان شاء الله 5 الصبح. طيب مع السلامه يا حاج. يعني مش كان اي حد يعمل المكالمات دي غيرك يا حسام؟ على فكره احنا منظرنا كده زي الزفت. قلت له انا بقى الكلام ده بس هو ما اقتنعش بكلامي، لانه مش هينفع. ما انا مش هجيلي نوم النهارده غير لما اعرف ايه حكايه الارض دي بالظبط، ازاي تتباع بالسرعه دي، وازاي واحد يبيعها المصانع بعد كده يبيعها لحد تاني. ما بمكالمتك للراجل ده هتخليه يطمع ويضرب السعر في 10. الراجل بيقول لك باع الارض، انت مصدقه؟ حاجه بالعقل كده يعني، هو اشترى امبارح وباع النهارده. قصدك ايه يعني، بيضحك عليا؟ بيلعبك يا حسام عشان لما يقول لك اي سعر تدفع على طول. طاهر معاه حق، احنا لو كنا خلينا المكالمه دي حد يعملها على انه تاجر اراضي او مثلا. انا مش فاضي للتمثيليات دي يا سمر، الارض دي لو اتبعت لمصنع كيماويات ولا سمعت هنروح في 60 داهيه. متهيالي ان انسحاب عدنان دلوقتي من المشروع اهم من الارض اللي حوالين المدينه. انا خلاص حليت المشكله دي. بنوك؟ اتفقت مع بنكين كبار على المشاركه. مشاركه ولا قرض؟ مشاركه. ما تقول لها يا طاهر قعدنا 5 ساعات نتكلم في ايه. بس ده معناه انهم هيشاركوا في الاداره، لهم نسبه. جرأ ايه حسام، انت كنت رافض الموضوع ده قبل كده. امال عايز نعمل ايه؟ اقول لهم ان عدنان الربيع انسحب المشروع عشان كده انا اسف مش قادر اكمله؟ طب ليه ما حاولتش توصل لعدنان؟ يا سمر احنا حاولنا 70 مرة وما نفعش، وفي الاخر خدنا القرار ده. خلي عدنان براحته، هو شاكر السبب في ده كله. بس معلش، بكره الايام هتثبت لعدنان ان شاكر ده كان بيلعب لمصلحته وانه كذاب. ما هو بس لو لقينا جواب الامارات ده هنلاقيه ازاي؟ ما خلاص. حسام انا جاتلي فكره. ايه؟ فاكر اللي هو سامح بتاع وزاره التعمير؟ ياه برافو عليك، انا ازاي نسيت الراجل ده؟ ده لو في شبر ارض اتباع في المنطقه دي هو هيبقى عارفها. الو؟ ايوه يا ست اللواء. فهمتي هتعملي ايه؟ فهمت، بس دي اخر حاجه تطلبوها مني، وانا هعمل كده مخصوص مقابل الطلاق، وبعد كده تسيبوني في حالي ما حدش ليه دعوه بيا، والا وعز جلال الله لا هرمي نفسي من الشباك ده واوديكوا في 60 داهيه. اهدي وعقلي، احنا اتفقنا على ايه؟ لازم تبلغ منذر بالكلام اللي قلته لك ده. اوكي، بس المهم الجيم ده لازم يتلعب صح قوي. انتي ما تعرفيش الموضوع ده مهم بالنسبه لمنذر قد ايه. هو اتاخر كده ليه؟ ما تهدى يا حسام، الراجل قال لك ربع ساعة وهيتكلم. ما فاتت الربع ساعة يا طاهر. ما تنساش ان احنا بالليل، وعلشان يجيب لنا المعلومات دي اكيد هياخد وقت. هو ده؟ يا عفاف. طب ايه قفلت عليها ليه؟ دي بيتكلميها انت بعدين يا سمر، انا في ايه ولا في ايه؟ اهو. الو. ايوه مساء الخير يا ست اللواء، ايه الاخبار؟ طمني. مين اشترى الارض؟ لا اخر مشتري يا فندم. بتقول مين؟ طيب شاكر جدا، مع الف سلامة. ايه ده؟ الحاج عبد الوهاب اللي لسه مكلمه دلوقتي باع الارض لحد، الحد ده باعها لحد تاني بالسرعه دي؟ طب ازاي؟ اللي هو سامح قال لك ان الارض دلوقتي بقت بتاعت مين؟ واحده اسمها ليالي. هو الاستاذ هيتاخر اكتر من كده ولا ايه؟ زمانه جاي، املى الابلكيشن دي لغايه ما يجي. اتفضل يا مشحططني معاك، اصله غاوي تمثيل من صوره، وانا وعدته ان انا اقف جنبه، ولما قريت في المجله دي ان الاستاذ عمرو عامل ورشه تمثيل يعني، وياما على ايديه طلع نجوم كبار، قلت ما بديهاش اخده ونيجي على هنا. بس ايه، دخن على بال ما وصلنا للمكتب هنا. ليه ده العنوان ما يتوهش؟ بقول لك يا نسى، ده احنا بقالنا يجي شهرين على بال ما وصلنا للمكتب. ممكن توريني المجله دي؟ اه طبعا، اصل عليها صوره واحده بلدياتي. اتفضلي. انت تعرف ليالي؟ ايه اللي اعرفها، ده احنا متربيين سوا. عم عبد الحفيظ بقى والدها لو تعرفيه، صاحب مكتب السمسره هابي تايم، ده بقى فريح العماره اللي انا ساكن فيها لازم. لا ده انتوا كده بقى معرفه جامده. امال ايه؟ بقولك ايه صحيح، ما تعرفيش عنوانه، مكانه، تليفونه؟ لا والله، اخر مره شفته في المطار لما ليالي رجعت من بره. ما شاء الله ما شاء الله، بره؟ وهي كانت بتعمل ايه بره؟ ده انت كده بقى ما تعرفش اخبارها من زمان. بيني وبينك انا نفسي اوصل لها او اعرف طريق والدها، اصل معايا امانه تخصه. امانه؟ اه، اصله كان مسلف واحد صاحبه فلوس، والراجل ده بقى وصاني ارجعها له، وبيني وبينك دي امانه، ما
ما تعرفيش اي سكه ليه ولا الليالي؟ انا ممكن اديلك عنوان الفندق اللي هي قاعده فيه. يا ريت والله، ينوبك ثواب. اتفضل تروح الريسبشن وتسال عليها وهم هيوصلوك بيها. شكرين قوي يا ابله. صباح الخير يا فندم. في حد سال عليا؟ الاستاذ وحيد من مكتب دكتور شاكر بيك اكتر من مره على الموبايل بس تليفونك على طول مقفول. ما قالكيش عايز ايه؟ بيقول النهارده في ميعاد الساعه 7 علشان تمضي عقد الفيلم الجديد وساب لك رقم التليفون ده علشان تكلمه. استاذ وحيد، مين اللي قاعد بره؟ واحد عايز يقدم في الورشه. طيب هات لي الابلكيشن بتاعه. اوكي. انا اسفه قوي يا جماعه. شفت اني بقدر اعرف طريقي؟ شو؟ كنت مفكرة اني رح ابقى بالسجن كل عمري؟ اللي اتفقنا عليها يحصل، الفلوس هتاخدها وتطلقني. وامتى هالشي رح يحصل؟ اديني فرصة شهر. اسبوعين ما في غيرهم، والا رح خلص عليك انت وبيك. كيفو صحيح؟ سلميلي عليه كتير وقليله مش رح اتركه بحاله. يا دكتور شاكر، وليد خرج من السجن وكلمني بيهددني انه عايز يقتلني. انا مش عايزك تقلقي خالص، طول ما انت في حمايتنا ما حدش يقدر يعمل لك حاجه. اطمني بقى واهدي وما تنسيش ميعادنا بالليل. يلا باي. ليالي، هو انا كل ما اكلم واحده تفتكرها بنتك؟ اه لا، في دي بقى عندك حق. اقعد بس واهدى كده عشان وليد خرج بكفاله وبيدور عليك. خرج ازاي؟ ده انا ما اتنازلتش. وهو التنازل بتاعك اللي كان هيخرجه؟ راجل ليه علاقات كبيره ومعاه محامي من اكبر محامين البلد، يعني اكيد لقى له مخرج. طب وبعدين؟ بقول لك ايه؟ اقعد كده ما تدخلنيش، طلع التليفون من جيبك. طلع التليفون ليه يا سعادتك؟ عشان هيجي لك تليفون مهم. تليفون مهم؟ امال انا جايبك هنا عشان وحشني؟ اقعد طلع التليفون، هيرن بعد شويه. وعدم المؤاخذة، مين اللي هيتصل بيا؟ عرفت مين اللي اسمها ليالي دي؟ عرفت طبعا. فاكر بنت السمسار اللي كان فاتحي عايز يتجوزها؟ ايوه مش دي اللي وليد الزهار عمل لها حفله وكان باين عايز ينتج لها فيلم ولا حاجه كده؟ اهي هي دي بقى اللي اشترت الارض. انت اتجننت في مخك؟ ودي تجيب الفلوس دي كلها منين؟ لا لا يا طاهر، اكيد انت غلطان. تكونش ليالي عطيه مرات صقر بتاع مصانع السكر؟ اسمها ليالي عبد الحفيظ، بطاقتها من اسكندريه. موظف الشهر العقاري وراني صوره البطاقه بتاعتها. لا وانت رحت كمان الشهر العقاري؟ ما انا رحت للواء سامح زي ما اتفقنا، والراجل وراني طلب التقسيم وصوره من عقد البيع، فعرفت الشهر العقاري اللي معمول في العقد ورحت على هناك. وزي ما يكون يا اخي الراجل كان مستنيني، اداني كل المعلومات على ليالي، انها من اسكندريه وابوها سمسار، ولما ربطت المعلومات ببعض عرفت ان هي دي ليالي بتاعت فتحي. طيب واداك نمره تليفونها؟ للاسف مش معاه الرقم. بس تعرف ان ابوها ده جالي زمان وعرض عليا ان هو يسوق لنا عمارات المنتزه وانا اللي رفضت. متهيالي كده ان الكارت بتاعه موجود في مكتب اسكندريه. وهنروح بعيد ليه؟ فتحي حلها لنا. بس انت متاكد انها هي؟ يا حسام بقول لك شفت بطاقتها. طيب يا دي النور يا دي النور، أنا مش مصدق نفسي يا سعادة الباشا. لا صدق يا أخويا. بقولك إيه؟ إديني نمرة تليفون السمسار اللي كنت عايز تتجوز بنته. عبد الحفيظ؟ أيوه. غريبة،
ده لسه جالي من ساعتين نمرة تليفونه الجديدة. سبحان الله، زي ما اكون حاسس انك انت عاوز تكلمه، بس انا النمرة دي جات لي من رقم معرفوش. بطل رغي بقى واديني النمرة. هو سعادتك عاوزه في ايه؟ الله، ما تديني النمرة واخلص. مفيش حاجة اعلى من الدور. متهيألي دي المكالمة المهمة اللي المفروض تجي لك دلوقتي. رد يلا. طب ايه رأيك في النغمة؟ يا عم نغمة ايه؟ الو؟ ايوه انا. مين معايا؟ مين؟ حسام باشا مرتضى؟ يا اهلا وسهلا. ده ايه ده؟ ده صوتك منور في التليفون. انا مش عارف اقول لك ايه والله، ده انا فرحان قوي ان بسمع صوت سعادتك. يعني لا تحت امرك. نتقابل؟ اه ومال. اه يا سلام، ده انا حصل لي عظيم الشرف سعادتك. حدد المكان والزمان. امتى؟ فين؟ ماشي، وهو كذلك. مع الف سلامه سعادتك. في رعايه الله. في رعايه الله. حفيظ اقعد بقى وركز وشغل لي الفهامه عشان تعرف هتقول ايه وهتعمل ايه. والله يا باشا موضوع الارض ده انا اول مره اسمعه، ما عنديش عنه فكره خالص الحقيقه يعني. بس اصل لولتي ليالي بنتي، انا دايما ادلعها اقول لها لولتي. ليالي كانت متجوزه راجل غني قوي عقبال بناتك. انا صحيح حسام باشا، انت عندك بنات في سن جواز؟ ما تاخدنيش في السؤال يعني. لا والله للاسف ما عنديش. اكيد اكيد ما عندكش. صغير بالامانه يعني، صغير، شكلك صغير. هو يمكن بس هيبتك ووضعك في السوق واسمك اللي زي الطبل بيخلي الناس فاكرين انك راجل كبير في السن. يا كبير المقام يا واصل. طب مش تخلينا في موضوع الارض احسن؟ خلينا. هي يمكن الارض دي يا باشا تكون بتاعه جوزها الغني قوي، بس الله اعلم. انا في الحقيقه ما اعرفش. طيب ينفع انك تسالها؟ طبعا ينفع. ايوه، وانا في ديك اليوم اللي اخدم فيه حسام مرتضى حبيبي وبلدياتي. طب ومقام سيد المرسى ابو العباس، انا نفسي اخدمك من زمان قوي، نفسي اعمل معاك اي مصلحه. ده انا كان نفسي في القعده دي من سنين، من سنين طويله. بس فتح قريبك بقى منه لله، ده اللي عمله فيا ياما ياما قوي يا باشا. ده بهدلني اخر بهدله، وتعدى على بيتي وتهجم على مراتي ام ليالي. تهجم عليها؟ اقول لك ايه ولا ايه؟ بس ما انا برضو لما عرفت ما سكتلوش. على العموم حقك عليا يا حاج عبد الحفيظ. حق من بقك لما بالسما، الله يطلعها من بقك زي العسل. طب والنعمه الشريفه يا حسام باشا، انت راجل مالكش زي. بقول لك ايه صحيح يا باشا، انا بعد تعب السنين والجري شمال ويمين وان بتوين عملت قرشين حلوين هم قليلين، بس ماشي. الف حمد وشكر ليك يا رب. نفسي بقى ومنى عيني اشغلهم صح، واصح منك ما في. بعدين بعدين نبقى نتكلم في الموضوع ده. المهم دلوقتي توصلني بليالي. هيحصل، وغلاوتك عندي هيحصل، والعيش والملح اللي بينا هيحصل ان شاء الله. ما تاخذنيش يا حاج عبد الحفيظ، انا طبعا متذكر ان انا شفتك قبل كده، بس انت فيك حاجه متغيره. شعري ايه؟ صبغته اسود؟ لا، كنت صبغ ابيض. فرصه سعيده قوي، واشوف وشك بخير ان شاء الله. ما تنساش موضوع الارض. يسعد قنوات ار بي انها تذيع على الهواء مباشره حفل توقيع الفنانه الشابه ليالي، واللي هتنضم من النهارده لنجوم قنوات ار بي. يسعدنا ايضا انها تقول لنا كلمه ونفتح حوار بينها وبين الصحفيين والمخرج اللامع المميز عمرو الشرقاوي. مساء الخير عليكم جميعا.
الحقيقه يا جماعه انا مش محضره حاجه خالص عشان اقولها لكم النهارده، بس انا مكسوفه جدا وقلبي بيدق. كل اللي عايزه اقوله اني عايزه اوجه شكر للاستاذ عدنان الربيعي صاحب محطات ار بي على المجهود اللي عمله عشان ابقى بينكم النهارده. الحقيقه يا جماعه الراجل ده تعب معايا جدا، ولولاه ما كنتش هبقى موجوده بينكم النهارده زي ما قلت لكم، وعايزه اشكره جدا على كل اللي عمله معايا، وبصراحه هو زي ابويا الروحي بالظبط. ابتسام، اطلبي للمستشار مصطفى مندور.